بكم في حلقة جديدة من مساحة للرأي. ذكر موقع ذا بانكر البريطاني في تقرير ليبي يؤكد أن مصر لا تزال وجهة استثمارية مهمة للمستثمرين العرب والأجانب في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بيرجع إلى عدد من التقارير الاقتصادية الدولية واللي بتشير إلى أن الجمهورية الجديدة نجحت في إعداد بنية تحتية حديثة بالإضافة إلى إنشاء الشبكة القومية للطرق والموانئ والتوسع في المناطق الاقتصادية واللوجستية. بالإضافة لموقع مصر الجغرافي المتميز واللي بيجعل منها دائما وجهة استثمارية جاذبة للشركات الإقليمية والدولية. لفتح مساحة للرأي في هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور محمد عادل مدير تحرير الوفد والمتخصص في الشأن الاقتصادي. أهلا بحضرتك. أهلا. ولكن في البداية اسمحوا لنا أن احنا نشاهد هذا التقرير ونعود مرة أخرى. لا تزال مصر قبلة المستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا لما تتمتع به من ثقل استراتيجي وتكلفة استثمارية أقل ووفرة الأيدي العاملة، علاوة على أنها تمثل سوقا استهلاكيا ضخما يتخطى حدود الدولة المصرية عابرا للدول الإفريقية والعربية، إذ أن مصر بوابة إفريقيا. على الرغم من الأزمة العالمية التي أثرت على دول العالم كافة ومن بينها مصر، إلا أنها لا تزال في الوجهة الاستثمارية الأولى أمام المستثمرين الأجانب سواء من الدول العربية أو دول العالم. فمصر تعد الأقل في تكلفة الاستثمار بالتوازي مع سلسلة الإصلاحات التي بدأت الحكومة في تنفيذها سواء في قوانين الاستثمارات أو توفير الأراضي الصناعية المرفقة، علاوة على ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز. وتبرهن الأرقام والمؤشرات على أن مصر لا تزال هي قبلة الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا. تعتبر مصر ثاني أكبر قوة اقتصادية في القارة الإفريقية بعد نيجيريا، متجاوزة بذلك اقتصاد جنوب إفريقيا العضو بمجموعة الـ20. كما أن مصر لديها خبرة كبيرة بكل ما يتعلق بالقارة ومقوماتها واحتياجاتها، وبذلت جهودا مضنية خلال السنوات الماضية من أجل القارة السمراء والدفاع عن قضاياها وأحلامها أمام العالم. كما أن مصر تعتبر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى أفريقيا والهند، فمصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية. كما تتميز مصر بوجود قناة السويس والتي تعتبر أقصر رابط بين الشرق والغرب نظرا لموقعها الجغرافي المتميز. لقد شهد مناخ الاستثمار في مصر خاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط. ولا تزال الحكومة تسعى إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتنوعه وزيادة إنتاجيته وتحقيق النمو الشامل والمستدام. عدنا مرة أخرى مشاهدينا. طبعا يعني دائما الدولة تقدم العديد من التسهيلات وخاصة لجذب المستثمر الأجنبي. ما هي أهم التسهيلات أو أهم القوانين الجديدة اللي يعني دائما بيتم طرحها لمساعدة المستثمر الأجنبي المستثمر داخل مصر؟ مصر يعني على مدى سنوات طويلة وخاصة لو ذكرنا من بعد خطة الإصلاح الاقتصادي اللي تمت في مصر في بالتعاون مع القيادات اللي هي موجودة داخل الحكومة المصرية إلى جانب السياسة النقدية والمالية، اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل الاستثمار داخل مصر. كان من هذه إطار تشريعي من خلال إصلاح بعض القوانين الخاصة بالاستثمار، الخاصة بالضرائب، الخاصة بالجمارك. الحاجة الثانية ميكنة الجمارك وميكنة الضرائب، ودي معنى الميكنة بمعنى ان كل حاجة تمشي رقمية، بمعنى ان الفاتورة الإلكترونية الضرائب يبدأ يدفعها، ما يروحش للمصلحة، ما يبقاش في تعامل مباشر مع الموظف، كله بيتم من خلال ميكنة عن طريق شبكة متكاملة ما بين البنوك وبين العميل وبين وزارة المالية. ده من شأنه بيؤدي الى ان المستثمر او دافع الضرائب يكون في عداله في موضوع دافع الضرائب، ما يكونش في تقديرات جزافيه اللي كنا دايما بنسمع عنها في موضوع الضرائب على مدى تاريخ طويل، وده اللي كان مخلي فيه مشكله في موضوع الاستثمار. فاذا دي نقطه. النقطه الثانيه، مصر بتعمل شبكه طرق، يمكن طبعا الكل لامس شبكه الطرق دي حاليا. شبكه الطرق دي من اهم العوامل اللي بتسهل موضوع الاستثمار الاجنبي داخل مصر. ف
فالمستثمر الأجنبي بيبص على أكتر من حاجة عشان خاطر يخش السوق. أولا الموقع الجغرافي، وحضرتك زي ما ذكر التقرير دلوقتي احنا موقع متميز جدا، يعد سوق كبير جدا كمصر في حد ذاتها، احنا أكتر دلوقتي أكتر من 120 مواطن أو يعني مش مستهلك. الحاجة التانية إن هي سوق لكل دول أفريقيا، دي حاجة. الحاجة إن هي أصلا في قناة السويس، وأصبحت قناة السويس دلوقتي مش بنتكلم على قناة السويس، احنا بنتكلم على منطقة استثمارية ما يحيط بقناة السويس من استثمارات كبيرة جدا، لوجستية وغير لوجستية، كل ده من شأنه انه بيؤدي الى جذب الاستثمارات الأجنبية. في خطة للإصلاح المصرفي، احنا عندنا شاهدنا يمكن الفترة الأخيرة بعض المشاكل في موضوع سوق الصرف، وفي خطة تم وضعها بالفعل وهي مرونة سعر الصرف. مرونة سعر الصرف بتؤدي إلى جذب الأجانب لأن مفيش تحكم في سوق الصرف، وبالتالي الأجنبي يقدر يحط خطته. احنا دلوقتي حاليا أيضا تم وضع بعض الإجراءات والقرارات للحد من موضوع التضخم، لأن موضوع التضخم شهد ارتفاع كبير، وده مش في مصر فقط، ده على المستوى العالمي، ويمكن لسه شفنا تقارير عن ارتفاع مفاجئ في التضخم في ألمانيا، في فرنسا، في بريطانيا، فالعالم كله بيشهد نوع من ايه هو ارتفاع التضخم ده، ارتفاع الأسعار، مستوى العام للأسعار بيبدأ يرتفع، فده بيعاني منه المشاكل كبيرة جدا، سواء كان برضو المستثمر أو المواطن. الدولة خدت الإجراءات لتسهيل كده. عندنا نقطة مهمة جدا وهي تعتبر أهم أيضا نقاط الاستثمار أو جذب الاستثمار من الخارج، وهو الاستقرار السياسي. الاستقرار السياسي والحمد لله اللي بتتمتع به مصر على مدى سنوات، الاستقرار ده من أهم العوامل، لأن ده الأمن، ودايما نقول رأس المال جبال، فرأس المال لو لقي فيه أمن بيبدأ يجي. فإذا مصر بتمشي في كل الإجراءات اللي من شأنها تسهل عملية دخول المستثمرين. يبقى السؤال، طب هو احنا ليه ما بنشوفش طفرات جامدة في الاستثمار على الرغم من كل الإجراءات اللي هي بتتم دي؟ لأن احنا في وقت صعب. الوقت الصعب ده مش من النهاردة ولا امبارح، احنا بنتكلم في وقت صعب من مارس 2020. من مارس 2020 كلنا شفنا موضوع كورونا، وازاي ان العالم قفل على نفسه، وازاي ان معظم اقتصاديات العالم اذا لم يكن الكل ما عدا عند دولتين او ثلاثه كلهم حققوا معدلات نمو بالسلب، ما عدا مصر محققه نمو بالايجاب. طب ليه مصر حققت معدل نمو بالايجاب على الرغم من العالم كله؟ لان العالم كله قفل في الوقت اللي كانت مصر عامله حاجه اسمها اغلاق جزئي، الى جانب المشروعات القوميه الدوله شغاله فيها وبشكل قوي، فده ساهم ان حركه الاقتصاد ما توقفش. لان حضرتك اي مشروع اقتصادي على الرغم ان ممكن حد يقول طب فين الاولويه، طب فين الاولويه، اي مشروع اقتصادي ده معناه ان في اي عامله بتشتغل بشكل كبير، معناه ان في شركات كبيره بتشتغل، كل ده بينشط عجله الاقتصاد القومي. فكل دي من العوامل اللي ادت ان الاقتصاد يخرج بمعدل نمو تقريبا 3.3%. دخلنا على عام 21 لسه بنشم نفسنا في عام 2022، ولقينا الحرب الروسيه الاوكرانيه كانت ايضا في مارس، ودي صدفه غريبه، وبرضو دي ادت بقى لمشاكل كبيره على المستوى العالمي ومستوى المحلي. فكل ده من شأنه ان يبدا بقى المستثمر يهدي شويه. بتكلم عن المستثمر الاجنبي يبدا بقى يعيد دراساته ويبدا يشوف شكل العالم كله رايح لفين. ده اللي يمكن نخلي العمليه مفيش تدفقات كبيره خلال هو في نمو في معدل الاستثمار الاجنبي، لكن مش بالشكل البنيه التحتيه اللي اتعملت يوازيه يعني. لكن مع الانفراج اللي هتحصل على المستوى العالمي، طبعا في بعض التقارير كتيره بتتكلم هنعدي عام 2023 نخش على عام 2024، فنلاقي في الانفراجه دي تحدث نتيجه لان تبدا بقى البنك الاحتياطي الفدرالي يهدي شويه من رفع الفايده، وبالتالي لما يهدي من رفع الفايده يبدا المستثمر بدل ما يحط فلوسه في الدولار يبدا يحط فلوسه في الاستثمار المباشر. بهذا الشكل يبدا تدفقات الاستثمارات الاجنبيه الى السوق المصري. طبعا احنا دلوقتي في دول يعني محيطه بينا نقدر نقول انها دول منافسه، يعني عندنا الامارات، السعوديه، دبي، طبعا اجانب ومستثمرين اجانب كتير بيحبوا ان هم يستثمروا في الامارات وفي دبي. صح. ازاي ممكن احنا نكون منافسين كمان على المستوى ده؟ برقمنه
ده الشرط الاساسي. الرقمنه ميزتها في حاجات كتير جدا، ان المستثمر الاجنبي عايز ما يتعاملش مع موظف، عايز يتعامل من خلال جهاز كمبيوتر ويبدا يقدم كل حاجه داخل جهاز الكمبيوتر ده، ويبدا الطرف الثاني اللي هي الحكومه تتعامل معاه وتفتح له المجال ويخش يستثمر، وبعد كده الحاجات الورقيه يكملها براحته. هنا دي النقطه المهمه جدا، وهو فكرة ان الدولة، وده يمكن اللي هنشوفه خلال السنوات القادمة من خلال العاصمة الادارية الجديدة وانتقال الحكومة لهذه المنطقة اللي هي قايمة على اساس الرقمنة او التحول الرقمي، كل العالم ماشي في السكة دي، فلازم عشان خاطر نقدر ننافس الدول المجاورة انت عندك استقرار سياسي، عندك قوة شرائية موجودة، مفتاح لمعظم الأسواق في أفريقيا، يعني عندك كل المؤهلات. يبقى بعض الحاجات اللي لازم هيحمشين فيها، وعندنا المجلس القومي للمدفوعات موجود من 2017 وعمل شغل كتير خلال الفترة القادمة، ومن ناحية حتى الشبكة المحلية اللي هي بيسموها بطاقة ميزة، دي شبكة محلية داخل السوق المصري كانت نتاج لكده، إلى جانب كل العوامل اللي داخل السوق المصري. طب احنا فين دلوقتي؟ احنا تقدمنا على المستوى العالمي، لكن محتاجين نسرع شوية، لان احنا بنتعامل مع بالفعل في ناس حوالينا عندهم خلاص يعني عدوا المرحلة دي وبيتكلموا في مراحل تانية، واقتصاد الفضاء واقتصاد المعرفة وحاجات تانية والذكاء الاصطناعي، فاحنا محتاجين نسرع بشكل اكبر وتيرة التحول الرقمي للمنافسة على مستوى المنطقة. طبعا. طيب دلوقتي طبعا كمان في بعض الدول بتعمل تسهيلات مثلا بالنسبة للإقامة، انها لو مستثمر اجنبي وانه لو هيستثمر برقم معين يعني بيبقى ليه زي إقامة ذهبية يعني، او انه إقامة انه زي ليه حقوق نفس المواطن يعني صاحب البلد. صحيح. اعتقد احنا كمان يعني رايحين احنا ماشيين خطوات في هذا المجال، لكن المستثمر عايز يعني الى جانب انك انت بتعمل له تسهيلات، يعني احنا كنا بنعمل تسهيلات في مجال الضرائب، بنعمل تسهيلات في مجال دخول المنتجات عن طريق الجمارك، ودلوقتي بنعمل تسهيلات في مجال ان انا بهيئ له منطقة صناعية كاملة وبديله الارض، فدي كلها عوامل لجذب المستثمر. العوامل دي بتمشي معها عامل التحول الرقمي، ان والتحول الرقمي من ميزته ان هو بيحد من الفساد او بيحد من الخلل اللي والروتين. هو الروتين كان اكتر شيء برضو، الاوراق الفساد بيبقى معناه الشامل اللي هو الاجراءات الروتينيه، الموظف الامضاءات الكتير والاوراق الكتيره، وان انا اخش مكتب الاقي بدل ما الاقي موظف اتعامل معه واحد الاقي 10 اتعامل معاهم، كل ده بيؤدي البيروقراطيه يعني اللي هي بشكل كبير جدا بتحد من ان حتى المستثمر المحلي نفسه ان هو يستثمر في السوق، بيلاقي تعقيدات كتير فما بيكملش مشروعه، او ان هو في نص الطريق كده بيرجع لانه فوجئ ببعض الاجراءات الطويله جدا اللي بتاخد مع وقت. على فكره المستثمر الاجنبي بيحسب الوقت، يعني طبعًا. انا هاخد وقت قد ايه؟ يعني لما اروح مثلا المنطقه جنبنا يقول لك الوقت 48 ساعه تكون واخده التراخيص واخده كل حاجه وشغال، لما تيجي عندنا يقول لك 3 شهور. طب شفت الوقت قد ايه؟ ده تكلفه على المستثمر نفسه. فده مهم جدا ان الدوله زي ما بتدي مميزات او تدي حوافز للمستثمر، لازم ايضا تهيئ البيئه اللي تخليه يقدر يحصل على ترخيص من شباك واحد مكان واحد، حتى لو قيل ذلك. ما ممكن يعني انا دايما بقول ان الافضل انا كراجل مسؤول في دوله في وزاره او شيء، لما باخد اي عمليه زي مثلا الشباك الواحد، ابدا انا اتفاعل مع الشباك الواحد، اشوف رد فعل الناس اللي تعاملت مع الشباك الواحد واحل المشاكل اللي بواجهها، مش مجرد ان اعلن انا عامل شباك واحد وخلاص على كده والدنيا خلصت، وبعد مثلا شهر شهرين الزخم بتاع الحدث يروح، وبالتالي تحصل نفس البيروقراطيه ونفس المشكله. فضروري جدا ان اي مسؤول في الدوله طالما اطلق شيء يبدا يتابع الشيء ده، يتابعه من خلال مكتبه، مش لازم هو يروح يعني ويتعامل، ما عنده مكتب كامل فني يتابع كل الاجراءات اللي هو. فمهم جدا ان زي ما انا اقدم حوافز، مهم جدا ان انا اقلل الوقت اللي بياخده المستثمر في الحصول على ترخيص لمشروعه. اكيد. مشاهدينا الان مع تقرير الصحافه، ويعني نتعرف على اهم ما كتبته الصحافه عن موضوع الاستثمار والقوانين الاخيره في مصر، ونعود مره اخرى. في
اليوم السابع يرى دكتور محمد الكيلاني أن العوامل التي ساعدت مصر لحصولها على مراكز متقدمة في تصنيف المعهد المالي البريطاني The Banker كواحدة من النقاط الرئيسية للاستثمار في إفريقيا هي تنقية التشريعات الحديثة في الاستثمار والاقتصاد واتخاذ أنماط جديدة لجذب الاستثمار كالرخصة الذهبية مع تهيئة الأعمال المرفقية والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة. وفي العين يؤكد هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن الاستثمار في القطاع اللوجستي وإدارة الموانئ والخدمات له أهمية خاصة حيث لا يتطلب مدخلات بالعملة الصعبة، بل على العكس يوفر الدولار في السوق المصري، كما أن هناك فرصا جيدة في استثمارات الهيدروجين الأخضر والأسمدة. ففي ظل بنية تحتية ضخمة أصبح من الممكن تنويع وجذب الاستثمارات الخارجية. في الشرق الأوسط تبعث دكتورة ريهام الدسوقي برسالة مفادها أن جذب الاستثمارات في مجال الصناعات الثقيلة يتطلب زيادة الحوافز الاستثمارية والاعتماد على نظام المناطق الحرة لقدرتها على توفير إعفاءات ضريبية للمستثمرين. نحن نحتاج إلى مراجعة التشريعات الضريبية لتحقيق مبدأ التنافسية ودعم الشراكة مع المستثمرين الاستراتيجيين. أما في السياسة الدولية فيشير دكتور وليد جبلة إلى أن مصر على الطريق الصحيح، فحزمة الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها لتشجيع الاستثمار في محور قناة السويس شملت تعديلات جادة لقانون المناطق الاقتصادية ولائحة التصدير والاستيراد، مما سيساهم في توطين الصناعات الاستراتيجية في منطقة تضم 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والمتوسط. وأخيرا في الأهرام يرى دكتور محمد فايز فرحات أن تطوير النظام العالمي فرض على الدول كافة البحث عن شراكات استراتيجية، فالاقتصاد عصب العلاقات الدولية، لكن الأمر لا يتعلق بالاستثمار الأجنبي فقط، بل يتعداه إلى الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتجارب الدولية مع رسم سياسات واضحة وجاذبة للاستثمار. عد مرة أخرى مشاهدينا، طبعا من أهم المعوقات كمان اللي كانت بتواجه قبل كده طبعا أي مستثمر إن هو ممكن كانت تبقى مثلا هو بيستورد بضاعة مثلا من خارج مصر، يعني ممكن تقعد بالشهور في الجمارك، إذا كانت مثلا مواد غذائية ممكن إنها تنتهي الصلاحية بتاعتها، وبيدفع كمان إيجار البضاعة بتاعته على في المينا، يعني إيجار للمينا ده برضو كان بيبقى مكلف جدا. كل دي كانت حاجات بتبقى معوقات للمستثمر، فده هيتحل ازاي برضو؟ اي احنا جايين كده من الأزمة كورونا زي ما اتكلمنا، دخلنا على بعد كده الحرب الروسية الأوكرانية اللي قلنا في مارس 22، بعد مارس 22 دخلنا على أزمة في النقد الأجنبي، لأن انت بقى في موارد بتخش لك من النقد الأجنبي وبالتالي الموارد دي قلت، فلما الموارد دي تقل وفي نفس الوقت حجم الفلوس اللي خارجه من مصر للخارج دي بتزيد، او على الاقل لو حصل لها عمليه ثبات زي مثلا الواردات زي اللي هم بيعملوا سياحه خارج مصر زي تحويلات الارباح الاستثمار الاجنبي، كل دي فلوس بتخرج من داخل مصر. احنا دايما في كل سنه بيحصل عندنا فجوه، الفجوه دي بنكملها من الاقتراض الخارجي، فلما الاقتراض الخارجي ايضا يتاثر كل ده بيتحب عوامل سببت الازمه اللي شفناها في عام 2022 واصبحت موجوده في الجمارك ما يقرب من 14 مليار دولار سلع عايزه تخش السوق المصري. ده في ظل ان انا حبست او قفلت المحبس على ان الناس تجيب استيراد، الناس تخش تاخد دولار عشان تدخل كل البضاعة دي، شكل لي أزمة، وده سبب برضو في ارتفاع الأسعار خلال عام 2022. مع تغيير قيادات البنك المركزي المصري في الربع الأخير من عام 2022 واتخاذ العديد من الإجراءات اللي تمت، دخلنا في يناير 2023 كل المشكلة دي تم سدها، اللي هي تكلفة الأموال كل البضاعة اللي كانت موجودة في المينا حاليا دخلت، ده وفقا لتصريحات الحكومة المصرية. فأصبحت اللي موجود الأزمة اللي كانت موجودة بسبب البضاعة خلال الفترة 2020 اتحلت. نيجي بقى للمستقبل، والمستقبل طبعا كله بيد الله سبحانه وتعالى. دلوقتي الحكومة بتحاول تعمل حاجة اسمها تنويع مصادر التمويل. فشفنا إن تم إصدار سكوك إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار، دي من شأنها إن هي ما يحصلش عندي المشكلة اللي حصلت ويحصل عندي
تكدس بضائع في الجمارك، وزي ما حضرتك قلتي ان دي مشكله كبيره جدا. هي في مشكله تانية كمان بالنسبه لموضوع تكدس البضائع في الجمارك، ان هم بيبقوا سامحين لهم بمبلغ معين يستوردوا بيه في الشهر، يعني ليه مثلا 50,000 نقول مثلا. صحيح. فهو لو عدى المبلغ ده ما بيعرفش يدخل البضاعه برضه، فدي مشكله برضه. صحيح. فما ده كلها مشكله زي ما قلنا ناتجه عن ان انا عندي نقص في العمله الصعبه بشكل مباشر. هتبدا الحكومه تحلها ازاي في الفتره اللي جايه ل 2023؟ باكتر من طريقه. الطريقه الاول ان انا بنوع الاقتراض بتاعي وبطرح حاجه اسمها السكوك الاسلاميه. الطريقه الثانيه ان انا بدات افكر في ان انا اطرح شركات الاطروحات اللي عندي دي 32 شركه دي من شانها تجذب استثمارات اجنبيه وبالتالي تجذب لي موارد من النقد الاجنبي. الى جانب عندي زي ما بنشوف السياحه بدات تتحرك، طبعا ايرادات قناه السويس حققت اعلى عائد في تاريخها في يناير الماضي، فده كل مؤشرات ايجابيه ان احنا نقدر نغطي الفجوه. طيب هل الامر ده انا هصحى من النوم بكره الاقي الدنيا بقت تمام والدنيا وردي؟ لا، احنا بنتكلم في فترات زمنيه، يعني الحكومات لما بتشتغل او تحط قرارات ما بتحطش قرارات اللي تعالج بيه بكره، لا هي بتحط قرارات على المدى الطويل. على المدى الطويل. يعني انا بتكلم في السنه سنتين ثلاثه، يعني احنا دايما بنتكلم مثلا السنه دي هنعاني شويه، هيبقى عندنا شويه صعوبات شويه ويمكن بدانا نلاحظ الحاجه دي مع عام 2024 وتبدا بقى انفراجها. الفراجه دي على كافه المستويات بينهم حتى على المستوى العالمي. طيب ده دايما بنقول ايه؟ في ثبات العوامل الحاليه. يعني ايه ثبات العوامل الحاليه؟ يعني لا قدر الله ما اشوفش بقى اني بعد مثلا في السنه الجايه في عام 2024 حصلت مشكله كبيره غير الحرب الروسيه الاوكرانيه، اطراف اخرى تدخلت في الموضوع وبصينا لقينا بدل ما كانت حرب بين دولتين اصبحت حرب بين قوتين. يعني لما بيتكلم على التوقعات وعلى التفاؤل بيتكلم على ثبات العوامل الحاليه. وزي ما حضرتك شفت الكوارث اللي حصلت في تركيا وسوريا، الزلزال اللي حصل ازاي دمر يعني جزء كبير جدا من تركيا. فاحنا بنقول في ثبات العوامل الحاليه، وان شاء الله يحدث الانفراجه وتبدا المشكله دي تتحل، ولكن واحده واحده مش أكيد. بس الفرد الاول طبعا تشجيع برضو الصناعه المحليه ده مهم. يعني احنا دايما بنقول ان احنا عايزين نقلل الاستيراد من الخارج، ففي المقابل لازم يبقى المواطن يلاقي السلعه اللي هو مش بيستوردها يلاقيها محليه. صحيح. احنا طبعا مش كل المنتجات عندنا بيتم تصنيعها داخليا، في حاجات كتير بنضطر ان احنا نستوردها. ازاي ممكن ان احنا ننمي برضو الصناعه المحليه؟ صحيح. الدوله وعامله خطه، الخطه دي حاجه اسمها احلال الواردات. احلال الواردات ان انا بدل اشوف انا مثلا بستورد وليكن مثلا ورق، فابدا اصنع الورق. احنا بنصنع الورق بس بضرب مثال يعني، فببدا اصنع الورق بشوف ايه اللي انا بستورده وابدا اصنعه محليا، بل واعيد تصديره للخارج، يعني اصدر بقى دول افريقيا والقصه دي. من ضمن المبادرات اللي هي موجوده في مصر مبادره اسمها مبادره الصناعه. مبادره الصناعه دي بتمول المستثمر اللي بيشتغل في مجال الصناعه، سواء كان صناعه بكافه المجال بما فيها الانتاج الزراعي، بموله بنسبه 8% فايده. اللي بيتحمل الفارق في الفايده، لان احنا بنتكلم مثلا كان وقتها فايده 16%، ففي 8% على الاقل. 8% كان بيتحملها البنك المركزي، دلوقتي انتقلت واصبح بيتحملها وزاره الماليه. فاذا انا بدعم الصناعه من خلال التمويل اللي هو التمويل الميسر، الى جانب بدعمه من خلال اللي هو المناطق الصناعيه. انا بعمله مناطق صناعيه بعزله كده عن الاجراءات البيروقراطيه اللي احنا بنتكلم عنها، وابدا اعمله منطقه صناعيه يقدر يلاقي كل احتياجاته بما فيها رخص الكهرباء والميه، لان خارج هذا المكان الناس بتعاني، فداخل هذا المكان بحاول ايسر له كل الاجراءات الموجوده داخل الصناعه. كل ده من شانه ان هو يعمل حاجه اللي هو احلال الواردات ويزود الانتاج داخل السوق المصري. ومهم جدا ان احنا خلال الفتره القادمه نركز على الانتاج، لان دايما بقول احنا بنيجي، يعني لو نفتكر مثلا في 2016 كانت عندنا ازمه جامده، بس طبعا الناس لما بتخرج من الازمه كان مفيش ازمه، ومش الناس، ده المؤسسات والحكوميات وكله يخرج من الازمه خلاص بيبدا يشتغل الشغل الروتيني العادي بتاعه. لكن احنا دلوقتي في ازمه، والازمه دي مرت، وهل الازمه دي هتوقف عند هذا الحد؟ لا، اتوقع انها هتوقف، يعني بمعنى ايه؟ هتتكرر تاني. يبقى انا لازم، ودايما الازمه في مصر هي ازمه النقص في العمله او الموارد الاجنبيه.
انا دلوقتي الحمد لله مع كورونا مفيش سلع نقصت، كلكم لاحظتوا الكلام ده، كلنا لاحظنا القصه دي. دلوقتي في ازمه على المستوى العالمي، مفيش سلع بس الاسعار رفعت. طيب انا اعمل ايه في المستقبل؟ ابدا اركز على الانتاج، ده واحد مهم وضروري، الانتاج القابل للتصدير. رقم اتنين، لان الانتاج هيحقق لي ميزه نسبيه في بعض الحاجات اقدر اجيب بيهم عملة من الخارج. رقم اتنين جذب السياحة، رقم تلاتة الاستثمار الأجنبي. أكيد طبعا أي مستثمر كمان يعني مصري حتى مش هنقول بقى الأجنبي بيبحث برضو عن التسهيلات اللي هي لو عايز قرض للمشاريع المتوسطة والصغيرة هو محتاج قرض يبدأ بيه يسدد على فترات مريحة. إيه التسهيلات اللي ممكن نقدمها برضو للمشاريع البسيطة الصغيرة؟ البنك المركزي المصري عامل مبادرة اسمها مبادرة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومش كده وبس، ده هو ألزم البنوك، يعني ده إلزام إن لازم 20% من حجم التمويل بتاع البنوك يخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و20% في محفظة الإقراض، ده رقم كبير جدا لو حطينا بقى الشركات الكبيرة ولو حطينا التجزئة المصرفية داخل البنوك. فرقم واحد ألزم البنوك ب 20%، ما ينفعش يعدي السنة بتاعته إلا بمول، يبقى إذن البنوك عندها الرغبة إن هي تمول القطاع ده. ده واحد. رقم اتنين، الدولة بتساهم في ان تعمل عملية تنظيم لهذا القطاع. بمعنى ايه تنظيم لهذا القطاع؟ يعني احنا عندنا جزء كبير جدا من القطاع ده شغال في حاجة اسمها السوق غير الرسمي، يعني ما عندوش ورق، ما عندوش سجل تجاري، ما عندوش بطاقة ضريبية، شغال بشغل غير قانوني. هو تقدر تقول هو خارج المنظومة، زي البعض جايين هنا خارج المنظومه. طب عشان يدخله داخل المنظومه، هو لما بيخش داخل المنظومه هو بيقدر يستفيد اكتر من المبادرات اللي بيطرحها البنك المركزي، من التسهيلات اللي بتقدمها الدوله، كل ده بيساهم في ان هو يقدر يحصل على ايه؟ على تمويل من البنك. نيجي لمبادره البنك وهي تمويل 5%. 5% ده رقم طبعا مع اللي حصل خلال كمان السنة اللي فاتت رقم كبير جدا، يعني رقم يعني ضئيل جدا بالنسبة، ودعم كبير جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تموليه بخمسة في المية ومتناقصة، يعني كل ما بيسدد، يعني هم بيدوا له 5% بس من قيمة المشروع؟ لا، 5% فايدة. فايدة هو يدفع 5% فايدة، يدفع 5% فقط من، يعني على كل 100 جنيه يدفع 5 جنيه فايدة فقط، لا قليل ومتناقصة. طب ده كويس. يعني كل ما بيسدد الفايدة بتاعته بتقل، كل ما بيسدد الفايدة بتاعته بتقل، إلى جانب ده عشان تشجيع الشباب أو تشجيع ليه وتوفير ليه تمويل. وإحنا بنتكلم على ثلاث أنواع، على مشروع صغير، المشروع متوسط، ومشروع صغير، وكمان متناهي الصغر. يعني حتى مشروعات المتناهية الصغر يعني البنوك بتوصل دلوقتي يعني للباعة الجائلين مثلا بيحاولوا ينظموهم يدخلوهم داخل البنك ويدوهم كمان تمويل متناهي الصغر اللي بيقدر يكبر المشروع. اكيد. انا بشكر حضرتك جدا في النهايه الدكتور محمد عادل مدير تحرير الوفد والمتخصص في الشان الاقتصادي، شكرا جدا لوجودك النهارده، وشكرا جدا لكل مشاهدينا على المتابعه، وان شاء الله يتجدد اللقاء.